السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome dear students. هنبدأ إن شاء الله مع بعض سلسلة جديدة اسمها Grammar Tips. Tips صغيرة جدا 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 هتسمعها في ثواني صغيرة، هتساعدك بإذن الله تعالى إن أنت تهم الحاجات المهمة في منهج الجرامر بتاعنا. Tip number one، طبعا إحنا كنا عارفين future، اقرأ معايا كده. Personal traits are not considered as evidence. يعني إيه؟ يعني الصفة الشخصية حضرتك ما بتعتبرش دليل. يعني لما تلاقي صفة شخصية حط will، ما تحطش going to. He is very clever. I think he will pass the exam. لقيت clever صفة شخصية هتحط will. اتفقنا؟